بالنسبه لاسئله النيرز والمراجعه عليها، طبعا احنا بنراجع المنهج كله مش بننشئ، بس انا بركز على النقط المهمه اللي انت لازم تذاكرها قبل دخولك الامتحانات او الاسئله المكرره. ايونيك بيزس اوف اكشن بوتنشال، سؤال مشهور دايما بيجي، ارسم الاكشن بوتنشال واشرح الايونيك بيزس. يعني ايه ايونيك بيزس؟ صوديوم وبوتاسيوم، مين فيهم السبب في الديبولاريزيشن ومين السبب في الري؟ طريقه الاجابه النموذجيه، هترسم الاكشن بوتنشال الرسمه العاديه من الكتاب، هتحط تحتيها النقط الاتيه: ريستنج ميمبرين بوتنشال عنوان، تحتيه ثلاث نقط: ديفينيشن، فاليو عند ماينس 70، كوزز سيلكتيف بيرميابيليتي، وصوديوم بوتاسيوم بامب. ديبولاريزيشن النقطه الثانيه هتقول تحتيها عنوانين: سلو ورابد. لازم تقول في السلو يفتح الصوديوم تشانلز عند ماينس 63 ويكتمل عند ماينس 55 فايرنج ليفل. لو ما قلتش الارقام دي هتنقص. الرابد ديبولاريزيشن هتقول لي رابد اوبننج اوف اول فولتج جيتد صوديوم تشانلز، لازم مع الصوديوم تشانلز تقول لي انواعها ام جيت والاتش جيت، مين فيهم مفتوح ديورنج ريست ومين فيهم بيفتح مع الدي بولاريزيشن. دي مهمه، لازم تقول لي ان الامبليتيود كام، 105 ملي فولت، الريفرسال اوف بولاريتي عند زائد 35. خلصنا العنوان الثاني ري بولاريزيشن، تقول لي سبب اوبننج اوف فولتج جيت البوتاسيوم تشانلز اللي هي ان جيت. النقطه الرابعه هايبر بولاريزيشن، لانه اتاخر قفل البوتاسيوم تشانلز وكوركتد بالصوديوم بوتاسيوم بامب. لغايه دلوقتي الاجابه ناقصه، لازم تحط ريفراكتوري بيريود مع الرسمه: ابسوليوت ريفراكتوري، ريلاتيف ريفراكتوري، سب نورمال، سوبر نورمال فيز. كل مرحله من هذه المراحل لازم تقول معاها ديفينيشن والتايم بتاعها. السؤال الثاني المشهور والمتكرر، قارن ما بين لوكال واكشن بوتنشال. هتكلم في كذا نقطه، هو الكتاب كتب 7 8 نقط، كفايه تقول 5 أو 6. بص على درجه السؤال في الامتحان، لو لقيتها 5 درجات كفايه تقول 5 نقط، ما تحطش نقط زياده الا لو عندك وقت فاضي عشان ما تاثرش على بقيه الاسئله. لوكال واكشن هقارن ستيمولس، هقول مين فيهم جريدد او لا، مين صميتد دي الثالثه، مين بروباجيتد، هتكلم عن المكان بتاع كل واحده فيهم، هتكلم عن اول اور نون لو في الاكشن بوتنشال بس، الثانيه لا، هتكلم عن ابسوليوت ريفراكتوري بيريد. السؤال الاخير اللي جه من 3 سنين تقريبا حطيته الدكتوره فاتن، فاكتورز افكتنج كوندكشن فيلوسيتي اوف ذا نيرف، كانوا 5 نقط في الكتاب. ضروري العناوين ما تتوهش منك وانت بتجاوب. نوع النيرف لازم تحطها نمبر 1، تحتها تكتب مايلينيتد او نوت مايلينيتد. الجدول اللي في الكتاب الفا وبيتا ودلتا وجاما والديامتر اوف نيرف، انت مش مطالب بيه، ده محطوط لطلبه سنه ثانيه، مطالب انك تعرف كل ما النيرف يبقى فيه ديامتر اكتر يبقى مور مايلينيتد، يبقى سرعه نقل الامبلس اكتر. بريشر زي ما الدكتوره فاتن قالت لكم في المحاضرات، باب بريشر افكت A ثم B، هايبوكسيا افكت B اكتر من A، هبة وده الكلام اللي دكتور فاتن قالته. 4 انستيزيا يأثر في السي اكتر. 5 تمبريتشر، كل ما درجة الحرارة تقل 1 degree centigrade تقل سرعة النقل 3 degree.